التجنيس في قطر ورقة النظام القطري لحماية الإرهابيين وجذب المؤيدين، حيث تستغل قطر التجنيس لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية. يتزامن ذلك مع تهجير قسري وإسقاط جنسية لأبناء القبائل في البلاد. تتوالى المواقف على مدى السنوات الماضية لتثبت مدى حكمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حين تنبهت منذ وقت مبكر لخطورة لعبة التجنيس التي تقوم بها قطر على أمن واستقرار المنطقة من جانب، وحقوق وفرص مواطنيها الأصليين والتركيبة الديمغرافية بها من جانب آخر. لم يتوقف ملف تجنيس قطر على الرياضيين والمرتزقة فقط، بل باتت بوابة لتجنيس المعارضين نكاية في دولهم والإرهابيين لتوفير مأوى لهم يكون منطلقا لهم للإضرار ببلادهم. ولا يخفى على أحد أن مخاطر ملف التجنيس تتمثل في خلق طبقة جديدة من المجنسين تدين لنظام الدوحة بالولاء، يمكن توظيفها لمصالح النظام على حساب القطريين أنفسهم. وتدمير مفهوم المواطنة أحد أبرز أسس وقواعد الدولة الحديثة، ونشر ثقافة بيع وشراء الولاء والانتماء بالمال، بما يشكل ذلك خطورة على الهوية الوطنية. ولقطر تاريخ أسود في ملف التجنيس، فقد قامت خلال السنوات الماضية بمنح جنسيتها لعناصر إرهابية لجأت للدوحة واستخدمتهم للتخطيط وتنفيذ عمليات في الدول العربية. ولعل الوجود القوي لقيادات التنظيم الإخواني داخل الدوحة وحصول بعضهم على الجنسية القطرية وعلى رأسهم يوسف القرضاوي الذي تستخدمه الدوحة للهجوم على الدول العربية كشف عن لعبة الدوحة ونظامها للإضرار بالمنطقة العربية. منعت من الجنسية، من الجواز، ومن التعليم، صفتي كمواطن قطري. لم تأتينا حقوقي كمواطن. حلمي الوحيد أني أكون من سكان دولة قطر. للأسف حرمت من هذا الشيء. ولا أعلم ما السبب، أنا أريد سبب واحد يجعلني أقتنع. للأسف المفارقة الغريبة أنه في الوقت الذي يبيع فيه نظام الدوحة جنسية قطر لكل من يقدم خدماته لهم، فإنه ينتزعها من أبناء البلد الأصليين، حيث تمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة الغفران منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر. تضمنت التهجير القسري وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب، وهذا كله بسبب رفض القبيلة التي تنحدر من آل مرة انقلاب الابن على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1995، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد.